أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلِّي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المساله التي سالته عنها قال عويمر والله لا انتهي حتى اساله عنها فاقبل عويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها، فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب: فكانت سنه المتلاعنين. وحدثني حرمله بن يحيى: اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب، اخبرني سهل بن سعد الانصاري، أن عويمرا الأنصاري من بني عجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين، وزاد فيه، قال سهل: فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه، ما فرض الله لها. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنه فيهما عن حديث سهل بن سعد اخي بني ساعده ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ وذكر الحديث بقصته، وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وقال في الحديث: فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امره مصعب ايفرق بينهما قال فما دريت ما اقول فمضيت الى منزل ابن عمر بمكه فقلت للغلام استاذن لي قال انه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعه الا حاجه فدخلت فاذا هو مفترش برذعه متوسد وساده حشوها ليف قلت ابا عبد الرحمن المتلاعنان ايفرق بينهما قال سبحان الله نعم ان اول من سال عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله ارايت ان لو وجد احدنا امراته على فاحشه كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سوره النور والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدا بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ثم فنى بالمراه فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما وحدثنيه علي بن حجر السعدي حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير، فلم ادر ما اقول، فاتيت عبد الله بن عمر، فقلت ارايت المتلاعنين، ايفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته: حدثنا سفيان عن عمر سمع سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ للمسمعي وابن المثنى قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بن العجلان وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر ان رجلا لاعن امراته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بامه قال نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ لزهير قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال انا ليله الجمعه في المسجد اذ جاء رجل من الانصار فقال لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا فتكلم جلدتموه او قتل قتلتموه وان سكت سكت على غيظ والله لاسالن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا فتكلم جلدتموه او قتل قتلتموه او سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت ايه اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم هذه الايات فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامراته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم لعن الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصرها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان واللفظ لابن رمح قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس انه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو اليه انه وجد مع اهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجد عند اهله خدلا ادم كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت احدا بغير بينه رجمت هذه، فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء وحدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان يعني ابن بلال عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا وحدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد وذكر المتلاعنان عند ابن عباس فقال ابن شداد اهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمتها فقال ابن عباس لا تلك امراه اعلنت قال ابن ابي عمر في روايته عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره ان سعد بن عباده الانصاري قال يا رسول الله ارايت الرجل يجد مع امراته رجلا ايقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم وحدثني زهير بن حرب حدثني اسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره ان سعد بن عباده قال يا رسول الله ان وجدت مع امراه رجلا اامهله حتى اتي باربعه شهداء قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم انه لغيور وانا اغير منه والله اغير مني حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وابو كامل الفضيل بن حسين الجحدري واللفظ لابي كامل قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيره عن المغيره بن شعبه قال قال سعد بن عباده لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيره سعد فوالله لانا اغير منه والله اغير مني من اجل غيره الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص اغير من الله ولا شخص احب اليه العذر من الله من اجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص احب اليه المدحه من الله من اجل ذلك وعد الله الجنه وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال: غير مصفح ولم يقل عنه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة. قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال جاء رجل من بني فزاره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اوراق قال إن فيها لورقا قال فأنا أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة غير أن في حديث معمر فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه وزاد في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاء منه وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها؟ قال حمر قال فهل فيها من أوراق؟ قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناه قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله يكون نزعه عرق له. وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال: بلغنا ان ابا هريره كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.